الحلقة الثامنة من تفسير جزء عام المستوى الثاني من سورة النبأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مكان نزول السورة مكية بالإجماع، نزلت بعد سورة المعارج وهي أول أواسط المفصل. ما ترتبها 78، عدد آياتها 40 آية، عدد كلماتها 173 كلمة، ما عدد حروفها 816 حرف. لما سمي دي أول سورة في أوسط المفصل؟ أول سورة في أواسط المفصل هي السورة دي. طب ليه تسمى الجزء بتاعها المفصل؟ لكثرة الفصل بين صوره. طب ما أقسام المفصل وما فائدة معرفته؟ أقسام المفصل ثلاثة: طوال، أواسط، قصار. طب إيه فائدة معرفته؟ طوال المفصل من قاف للمرسلات، وغالبا كان النبي يصلي بها الفجر والظهر. أواسط المفصل من النبأ إلى الضحى، وغالبا كان النبي يصلي بها في العشاء. وقصار المفصل من الشرح للناس، وغالبا كان النبي يصلي بها في المغرب. طيب ما الدليل على أن النبأ العظيم هو البعث بعد الموت ويوم القيامة وليس القرآن؟ عندنا أربع أدلة. أول حاجة أن جاب عديها إن يوم الفصل كان ميقاتا، يبقى يدل على أن النبأ العظيم هو يوم القيامة والبعث. تاني حاجة، لأن جاء بعدها الدلائل الأدلة الثلاثة على البعث والنشور، اللي هي خلق الكون، أحياء الأرض بعد موتها، وخلق الإنسان. تالت حاجة أعقبها بالنص على يوم القيامة صراحة. رابع حاجة، نص السلف على ذلك التفسير، قال قتادة وابن زيد: النبأ العظيم البعث بعد الموت. طيب الآية 7 فيها سؤال، إيه السؤال بتاعها؟ ماذا يحدث للجبال يوم القيامة؟ بيحصل للجبال يوم القيامة 7 حاجات. ربنا بينزعها من أماكنها وبيرفعها للسماء، وبعد تطلع للسماء تسير في الهواء بين السماء والأرض مع السحاب، وبعد كده في الطلعة دي بقى بتتكسر وبتتفتت، والرابطة الصخرية بتاعتها بتتكسر، وبعدين تنزل فوق بعضها، يدق بعضها بعضا، وبعدين تتحول للرمل المتهايل والعهن المنفوش، وبعد كده تصير كالهباء المنبث والسراب. دول الست خطوات اللي بيحصلوا للجبال. طب ايه الدليل ان الجبال بتنزع من اماكنها؟ قال الله تعالى: فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة. طب ايه الدليل انها بتسير مع السحاب؟ قال الله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون. وقال: ويوم نسير الجبال وطل الارض بارزة. وقال: واذا الجبال سيرت. وقال: وسيرت الجبال فكانت سرابا. وقال: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. طب ايه الدليل ان الرابطة بتاعتها وبعد ما تلقى للسحاب بتتكسر؟ قال تعالى: وبست الجبال بسة، اي فتتت حتى صارت كالبسيسة وهي دقيقة ملتوتة بسمن او نحو. طب ايه الدليل انها تدك، انها بتنزل فوق بعضها قطع قطع تكسر بعضها بعض؟ قال تعالى: وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة. طيب ايه الدليل انها بتبقى عاملة زي الرمل المتهايل والصوف الناعم المنفوش؟ قال تعالى: يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلة، رمل ناعم جدا بيهيل. وقال تعالى: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، كالعهن زي الصوف المصبوغ. طب ايه الدليل انها بتصير كالهباء المنبث والسراب؟ قال تعالى: وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وسيرت الجبال فكانت سرابا. وقال تعالى: حتى إذا وقال تعالى: ويسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا. طيب في الآية 9 سؤال، ما الرد على من فسر السبات بالموت أو النوم أو التمدد أو القطع ولا يقتصر على الراحة؟ نفسره بالراحة بس، هما بيفسروا بالأربع حاجات دول. طيب نقول هذا خطأ.
ليه غلط؟ لأن احنا خدنا قاعدة في التفسير، القاعدة دي بتقول الأصل حمل اللفظ على ظاهره إلا بقرينة. طب إيه الدليل إن الأصل إن احنا بنحمل أي لفظ في القرآن على ظاهره إلا بقرينة؟ إن قال الله في تفسير قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، وإن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. النبي قال سأستغفر 71، سيدنا عمر قال له ما تستغفرش للمنافقين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بظاهر الآية. فلما جاء نزلت الآية لتنصر قول عمر بن الخطاب ولا تقم على قبره أبدا، علم إن المعنى مقصود بكده، ولكن النبي خد بظاهر الآية. وما نزلت حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، صحابي جاب خيط أبيض وخيط أسود وفضل مستنى عشان يبانوا من بعض، والنبي النبي قال له لا ده خيط الليل والنهار، ولم ينكر عليه إنه أخذ بالظاهر. يبقى دي القاعدة بتاعتنا، القاعدة بتاعتنا بتقول إيه؟ بتقول إن مفيش حاجة اسمها ناخد بغير الظاهر إلا بقرينة. طيب هنا بقى إيه الظاهر بتاعة سباتة؟ السبات معناها الراحة. طب إيه الدليل ده هو الظاهر؟ قال ابن فارس في مقاييس اللغة السين والباء والتاء أصل واحد يدل على الراحة والسكون. وجاء التاني سبب إن احنا نرفض التفسيرات التانية زي الموت، إنه جاءت في مجال الامتنان فيردها. فإزاي الموت يرد في موطن الامتنان؟ طيب الآية 14 فيها سؤال، من رد على من فسر المعصرات على إنها الريح زي مجاهد وعكرمة وقتادة ومقاتل؟ قالوا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجة، يعني أنزلنا بالرياح ماء سجاجة. هنقول ده خطأ للقاعدة السابقة، الأصل إن المعصرات تأخد على ظاهرها، وظاهرها هي السحاب الممتلئ بينزل ماء مش الريح. طب إيه الدليل إن ده الظاهر؟ إن قال من المعصرات والمين تستخدم للسحاب. لو أنت بقى استخدمت الرياح يبقى أنت لازم تقدر وأنزلنا بالرياح مش من الرياح ولا تحتاج. أما التفسير وأنزلنا من السحاب ده مش محتاج لتأويل، فده الصح وده اللي عليه الظاهر وده الأصل. مش نقعد نقدر حرف جر جديد واسم جديد، لا، الأصل أن نحمل اللفظ على ظاهره. لازم نفهم الضوابط دي عشان خاطر ما نعبطش تيهين من تفسيرات أهل العلم. طيب الآية 14 فيها سؤال، من رد على تفسير الحسن وقتادة إن المعصرات السماء؟ هنقول ده يقبله اللفظ، ولكن الأولى إن المعصرات هي السحاب. ليه؟ لأن أنزلنا من السماء ماء سجاجة، يبقى لازم أقدر هنا محذوف. إيه مقدر هنا محذوف؟ التقدير وأنزلنا من سحاب السماء ماء طهورا. طيب يبقى عندنا قاعدة بتقول الأصل إن احنا ناخد باللفظ الذي ليس فيه تقدير. يبقى أنا عندي تفسير أنزلنا من المعصرات عن السحاب، ده مفهوش تقدير، كلام كده مباشر وواضح. لكن أنزلنا من السماء لازم أقدر وأنزلنا من سحاب السماء. لا، الأصل إن أنا باخد الظاهر الذي ليس فيه تقدير. طيب الآية 18 فيها سؤال، كيف يخرج الخلق من القبور إلى أرض المحشر إلى مصدر الصوت؟ أول حاجة عن كأننا بنصور، كأن في كاميرا، لو بصيت عليهم وما طالعين من القبور من أماكن بعيدة أول مشهد هتشاهده إن هي عدد كبيرة جدا. لو قربت شوية الكاميرا هتلاقيهم متقسمين أفواج حسب الأعمال، لو قربت الكاميرا شوية هتلاقيهم بيجروا بسرعة كبيرة جدا، لو قربت الكاميرا شوية هتلاقي راسهم كلها فوق مبصة للسماء مرفوعة، عينيهم ما بتطرفش وعمالة تبكي. طيب لو قربت شوية منهم هتسمع كلامهم وهم عمالين يعترفوا بصعوبة ذلك الموقف، لو دخلت بقى جوه بقهم هتلاقي قلوبهم عند الحناجر. طب ايه الدليل ان اعدادهم كبيرة جدا؟ فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. طب إيه الدليل إن هم مقسمين أفواج؟ قال تعالى
خدنا احنا الآية دي قبل كده، ان هم مقسمين الى افواج حسب اعمالهم. طيب ايه الدليل ان هم بيسيروا بسرعة كبيرة؟ قال تعالى: يوم يخرجون من الاجداث سراعا كأنهم الى نصب يوفضون، رايحين للنصب الاصنام وهم بيفيضوا عليها، فبيطلعوا من الاجداث اللي هي القبور كأنهم بيسرعوا للنصب في ايام العبادة بتاعتهم، وهم السرعة دي بتبقى عندهم عالية جدا. الرأس، لإيه الدليل ان الرأس والنظر بيبص لفوق؟ قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم، رافعين راسهم فوق، لا يرتد اليهم طرفهم، بيغمضوش عينيهم وافئدتهم هواء. باكيه خاشعه، قال تعالى: خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله. ايه الدليل ان هم كلامهم معترفين؟ قال الله تعالى: يقول الكافرون هذا يوم عسر. وقال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. فجعلوا القبور مرقد رغم أن هم كانوا بيتعذبوا فيها. آخر حاجة، الدليل أن قلوبهم مرعوبة، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر قاذمين، القلب بيطلع عند الحنجرة، ما للظالمين من شفيع، الظالمين من شفيع.